بعض أنواع مثل التصوير الصحفي لا تستطيع أن تصنعها، وكذلك بعض الصور لا تستطيع أن تخلقها في الواقع الحقيقي، يجب أن تصنعها في الاستوديو. ما أعتقد أن في صورة يعني أقرب لي، يعني أتوقع هذا السؤال صعب، يعني مثل ما يسأل أي كاتب أو أديب ما هي الأعمال الأقرب إلى نفسك، أو الفنان أو النحات ما هو أقرب الأعمال إلى نفسك. أتوقع أن المصور كذلك يعتبر كل الصور هذه، كل صورة من الصور لها قصة ولها يعني تحتجز أو تسكن في جانب معين أو تأخذ زاوية من عاطفته، من اهتمامه، لأنها بكل تأكيد لم تخرج إلى الواقع أو لم ينتجه هذا المصور إلا بعد قناعة كاملة من طرفه. انتهت جولتنا الثقافية لهذا الأسبوع، بشوفكم في نفس الموعد يوم الاثنين القادم. أبعاد ثقافية هو بإشراف ثقافي من ندوة الثقافة والعلوم بدبي. للمزيد من المعلومات عن ندوة الثقافة والعلوم يرجى زيارة الموقع www.ندوة.org. مع السلامة.